بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. درسي ما أنت وحكوس أبسي سيء التصبيح. وحانا ندورتي عالم الإسلام ما أنت وحكى صعدة دراديد. إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحكوت المامي يقول: نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. نفدا ما انتهت قريبا يدد من با إلهي سبحانه وتعالى ونولشان اينو كتشرنو هداي قرادي يهداي معانتي هداي عدكتي يهداي فضود هاي هداي دب كولا موغتي هداي دال دال كولا موغطبا إلهي وحلي قيرا كدام بيسا. وحنان ذكوي تحامي يا با إلهي لي بالشر والخير شرك يا خير كاللبض بوايد كوي تحامي يا بالا لي سبحانه وتعالى خير والغوي تحامي ونمعية برارة الغوي تحامي سيدي النبي سليمان بالغوي تحامي وهو لبا امتحان دقار كود إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي وتلمامي إلا ود البضي متكوين امتحان كويننا اللي قليه وإلهي سبحانه وتعالى قال يوكو قول استدبتنا نعم العبد إنه أواب لك سفي لبي امتحان بالقوة اتحامي سيدان بيك لو بدن قرآن كإلهي كقور رمي قار لدلي قار بكودي قار لحدي قار لعيمدي قار دلخ لغا ساري قار دبل قردي مشاكل ودن با إلهي كقور رمي. هذا مشكلات كان يتصبيح دان عنوانك كدك تيم حكا دحايا وحكا دحايا إنسانك سيدي سبا لبتا إلهي سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم إن قال لنا فرين ندادال له لكن مركا ندادال كان لن نماضنه وحالا إن فرين إنه إلهي تلصارنه وحكالو انتا كدام بيسا قفكو وحو مسؤول كي انتا ووديسا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها هدنا أدقو أن مسؤولية بقبن أياد عرق ميواي مركا داركتو مسلم عنا الله هيو يددنا مسلمين لبابيي دمريا عرور لترتري داد قواردين لدول مريي قار ديورد لغو قراعي قار كاريا لدول بوتسيي قار نابال لغو ردي وحكست مركا داركتو نفط ضيقت بي دريمي سايا عديد هدي مسلمني ما إنون خوكو حرسانتي قفكو إنو سايكولا چكالو دي بودانا وارد دي بابكا كميدا لكن إلهي سبحانه وتعالى ترياق يدوي نغسيي ليسكو دوييو داتكا سايم بدنه هلمامين. إلهي نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام ركي لبيني يا ربي جي وحلاج شهاجي أي سجل لغو شاس شاسي أدي بودن لغ جيستي. إلهي سبحانه وتعالى وحو سودك يا دو قرآنك كوت الله قصص قرآنك كوي لنا إلهي وين وقو الرمي ويجون نفس الدواء ترياقي لغو الدوين ايي عديري قاية لبتاسيا. إلهي نبي الله محمد وحوط المامي
فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنك فيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهنا آخر فسوف يعلمون. هذا حق الشيخ بال لي أنا كأكف لم كون ليلية كو إلهي غير كي عابد الدين لا أنت وبحي لكن هدنا إلهي وحط المامر سقو أنتي صار ريد بركي اللي يدي شقو حك الله تلمامي دب كلو دريم يا هدرين يشرتو ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بأي لهير وحنو أقنا هي بأي لهير إن لابتو كعل اليوم يسو وصانا لابتو عل اليوم يدو ذو القربة ينتي وقلو وإذا يتهين تلوغة تاقلاي محاد يالي لهي هذه دتك قفك كوجود وين تخطب قاله هل كاد استكتبه وده هذا وبنتي كي يرانا هذا رواه نبي محمد هذا كي الرما دب السعودي أبي لهب وهل كو استاجب له وبنتي وحشيجي وحبك ما تشيران ما هين لبين يقول النبي عليه الصلاة والسلام على الرما يسن حتى وحل ديدي إن وحشيجي كره وحل قارسي حد بلشاد الله قد أدعيين واليه يا أيها الذي نزل عليه ذكر إنك لمجنون إلى هذان طفيل بن عمر وين قرأنا إنه دقاء صوفر يستهي يقول لك قد أدعيين إنك واليه موح سحره ضماد وين قرأنا إنه نبي قبوي ما يدور وحل إليه حقا واليه كوهيسان كدوي ريح دان طفاية وحبان أخرياي عليلي قو النبي قد رمي عليه الصلاة والسلام من تول لقي دنك كلا إلهي العاصي يسنى من العابد يا رب السماوات والأرض اللي قالوا بينا وتاقي لعلك باخع نفسك إلهي كولي نفتاد عليلي قال لنا إسامة هلا قيسا إن رمين ويانا الله سبحانه وتعالى درادي هذا بقى إلهي داوسي وحاصحنون الله ابتسك قميره ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون إلهي وحولي فصبح بحمد ربك فصبح بحمد ربك وكن من الساجدين إلهي سبحانه وتعالى والتصبيح سال إلي أدقوا كل هيا أما سيكون مريا ما هدنق إلهي سبحانه وتعالى التصبيح معناه في اللغة التنزيه أو الإبعاد بين هذا وفقين أدو إلهي عب يحمى كديرين يبال لي سبحانه وتعالى إلهي تصبيح دو وإلهي وحي وعنط من وحي النقائسة وحي اللي دشي عن ربي صفات كساهين وإلهي أتكن زهده حمد قنوة عكس قيدة وأمانتي يا إلهي أفعاشي سي أسمادي سوناكسنا دقم حديثه واتكو أمانته هو الثناء إذن ونفي إثبات وذا الصعدة وسلبي إيجاب وإلهي سبحانه وتعالى هداد حمكرد يا رئيسه وناقنا أضنس بيسه واتكا كور ديدبا إلهي إلهي سبحانه وتعالى وحي داوكا قطه الضيق الصدرك كوهيسته الله بعديدك وكن من الساجدين فاصبر على ما يقولون وصبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فصبح وأدبار السجود إلهي وحنا بقي سكوي للصبر وحيكوها الله يامكو صبر وصبح بحمد ربكنا إلهي سبحانه وتعالى وتصبيح صو بل إلهي سبحانه وتعالى وحو القرآن كقبري النبي عليه الصلاة والسلام يا نقبة رضا النفس هي التسبيح دون أي ولا الصعدان في سورة طه إلهي محوليه فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فصبح وأطراف النهار لعلك ترضى أي كي ترضى بإله إلهي سبحانه وتعالى تسبيح لك عليه أدقوا كم ريا إلهي حمدك قرماد لا يمنسه قبل طلوع الشمس أي قبل الشروق وقبل الغروب وآناء الليل وأول النهار وآخره أنت بتصبيح لك علي بالليل وأقول أنت أنو برين تصبيح سو قبل كو أنت أنو دعين تصبيح سو
habeenka bartankiisa tasbiixso, maalinta labadeeda dacal tasbiixso. تصبيحدا يا حمدك هداد ودبا إلهي لي سبحانه وتعالى محد قارسة لعلك ترضى أي كي ترضى. مفسرين تبرد بهالكم كفسرة صلوات كاللوجي ده، لكن علماء حين والصلاة هي التسبيح، صلاة لفت هذا تصبيحة. في بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يصبح له فيها بالغدو ولا صلب إلى كت المام. يصبح ده محي مفسرين تذكر راع سيين إن يتهاي محي صلاة دي أمسه ده صلاة ده وحيابه وقوين اللي قبطاه وقفك مصلي قو السمية وتصبيح التحميد. والنبي عليه الصلاة والسلام معاوية بن الحكم ننكي صلاة ده كده حضلي إذا بيتنا صحابته ما أكتي ومركي دم النبي قوي يري وحبري وحكيري إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. ولذلك في علماء واحد هذا تضرب ما يلود الصلاة كم دال التسبيح صدا صلاة افتتاح وتسبيح سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وافتتاحة الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وافتتاح لبعض يعني استفتاح القسم هي صلاة وتكبيرا وتسبيح إلهي سبحانه وتعالى لو لي ما دو ركوع هي سجود ندوة تسبيح سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ذي يعني إم سأل نوع التسبيح صار ريمرك للركوع سيء مركا للركوع سينا كذلك سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك يعني مثل نوع بصار ري ركوع هي سجود هي نوى تسبيح هي تحميد هذا القرآن أخرده وهذا آية تسبيح سوامرتنا ولا تسبيح صدا انت تسلادك وجرت قف كان فاتحة قرنا إن محصة ميني إسنا التصبيح سالي لي مكان الفاتحة هي نوى تصبيح مركز صلاة أدبار سجودنا أما مركز صلاة كبحضنا هي نوى تصبيح سالي لي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وإن كان لنا مركز صلاة كبحنا أنت صاحب ده أنت هذا بدنا نوى تحميد وحمد له فاتحة اللغو بلا بو الحمد يا ركوع دو حمد الله صعوته سمع الله لمن حمده حمد الله سجود حمد الله صعوته انت كلنا وتحميد يعني الصلاة دو وسبحان الله وبحمده فعله ولذلك بأن النبي قال إلهي سبحانه وتعالى وحوت المامية وحعريلي هيستوحو كقبح يائنا يتهي فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى وحى إلهي سبحانه وتعالى قرآن كين وقوى الرمية نبي أن بيد إلهي كمده وعديدي قالي مال أذكر دعي وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نبي بدك دعي وبدا قرآن لو دين كلون لقي وعلال كلون كسي شرا انتو بدك قومي داد بياها ومسكر نحصبين سوالي رجات قبطاية كلون علوشي كشرا أي إلهي كورمي سبحانه وتعالى ماشا محكا عديني بدن محكا ورور بدن إن أدبط كل عضه وقال لعس كذا لحين وهدنا نمري كل قه وهذا علول نمري قشو ميش أما دو مركا وقاله إلهي وحولي فنادى في ظلمات مقدية دا حدود كرنا واقعي محو كرنا واقعي أنت ومفسر دي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وحو واقعي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
إلهي وادي كلي لغو عابده سبحانك حمك وفنان تاد عيب كفغان تابو لي وحط الماما إياه أعماشي سسمية ونين وحن كرت بمينين أنا إلهي مرنا بايساق الظلمين إلهي يو لست بظلام للعبيد بولي بل إيه إني كنت من الظالمين. إلهي سبحانه وتعالى دبتنا في سورة الصافات في سورة الصاد صافات صاد إلهي وحين أغشاق إنو كبت بادي سببت أدرادي فلولا أنه كان من المصبحين بإلهيه فلولا أنه كان من المصبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هديلي أنو كم دهان لهم بإلهي لي قوة تصبيح صدا مفسرين تبدو حيلين قوة تصبيح صدا وحلوغتش هذا في بطن الحوت قوة تصبيح صدا مفسرين تبدو حيلين أيام كان في الرخاء مركو برواق هذا كتشري كان يذكر الله يعني في الرخاء دبا تنف في الشدة إلهي حسي سبحانه وتعالى لبدا تفسير لبدا تفسير بنواصح هدي أنو كم دهان لهم با إلهي لي قوة تصبيح صدا للبث في بطنه إلى يوم يبعثون وحكو تشري لها هالكاسي إلهي أنت لغا صبحين يا رب إلهي سبحانه وتعالى. إذن أيها الأحبة ترياقة أما داوة النبتة إعليني قال الله بدي عرض لك قبحه يعيلك لك قبحه عموما وإلهي ذكري مركهوري ألا بذكر الله تطمئن القلوب وحا قرآن كسيت المامي مركا سياد كارتا قار كمدة ذكرك إلهي سيت المامية وهي التصبيح إذا مررك غارك بضيع علماء كفصيران الذكر كله هنا التصبيح يعني إلهي سبحانه وتعالى وحتى المامية مركا سيت داوة ينوت بل إيه عكسي أنا وكداو آدنه مركو حوق يحول يوح هلنا ينا كبر كو قادة كبر كان وكداو مركا حالي النبي محمد عليه الصلاة والسلام مركي ونصر جاية جوشة هي النمعاضة هلينا يدهم لازم بالويري. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا مركا دركته إلهي جوشي سوين يكوتمي هي فرشاد يكوتمي وأدركت دتك الدين تسوق ليا ما هي السماء إلهي لي فصبح بحمد ربك واستغفره. آدنه مركا يقول استوي كبران دابا تنا واحد هو مالنتي حريته ومالنتي حوق الله صوبندي هو مالنتي ضدك ودم سويم هذا ومالنتي مدحت خطبه ديسو مدحت هذا شو دابا ما حيكو هذا شاه وقول سني وحوق سني ويغا الشيغا مال ما حريته هي مال ما استغلال هي مال ما الله شيغو دن آدنه يسغا الشيغا إلهي ستاين ما أمرين إلهي وحينا أمري هداد حصيسان مركا الدارين تد نعمة الله سبحانه وتعالى يا تقول إيسته يا عدو قا كاردعه إلهي كاريبه يا مبدأ وفافه يا تذكر رأي قا قاتل الدين تلا صقله تانا أبا المركي دي شكر قيد وحويا بإلهي لي فصبح بحمد ربك واستغفره ما أنتانا إلهي أمبال الشيغا ما أنت دبت لغو تشيرنا إلهي أمبال الحصايا الله شيغا ما أنت برادها لغو تشيرنا إلهي أمبال الحصايا الله شيغا تجدد النعمة ولا سجود ولا شكر إلهي أمبال الحصا سجود ونوع من الشكر ونوع من التصبيح قفك مركز سجود معيد هذا سبحان الله أبو دير هذا مركز سجود صوت الله معيد هذا سبحان ربي الأعلى بالله هذا نعم كمركز شوفوا دارك الله دقا. إذن إلهي وحينا تلمام يا سبحانه وتعالى عافماتك آدنه إنو كتر إلهي شيك شيك جيسة يا أمان تيسة إنو كتر عافماتك بن آدم هدي عليل أدلا كولانته عليل وهذا عيل بن آدم كبضي أما هالنغضو مصائب كالوكو قوهب ستي سيدا تا ذنوب توكا دلتي يا عماشات سميسو سيدا مشكلات كا قدرتها لكولانتين نبي يونس وكالي
أما النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحي أي بدان قريشي لبدا بوحى ليلي فصبح بحمد ربك إلهي وتصبح سبحانه وتعالى أيها الأحبة واحد وقاتها إنين كل إحنا الله كون دن وإلهي وتصبح سنية كون دن ودوق كي يريوي هاي تصبح دوق قول خلاف سنوى كآدنة هي جنك سدردد بإلهي وحلي ويصبح الرعد بحمده أنكت كاد مغلى سار إلهي بو تصبح سريا إسقو إلهي كده هي حمد الرب سبحانه وتعالى إلهي وح القرآن كأنه قلت المامة وسخرنا مع داود الجبال يصبحنا والطير إلهي وحنا قال الرب يا نبي داود الشنبره يبور الله تصبح سريا بل القرآن كوحنا شيء الكائنات كلها إن تصبح سريا وحد شو قول مين تصبح سريا ألم ترى فليلى يحلي تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا سماواتك تضبض أيضلك إيا ومن فيهن بايل هيلي ويونيفرس كوردن كون كدمانتي وإن من شيء بايل هيلي وحبب الشيء مجره إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تصبيحهم لما أنت ودي الله بيو تصبيح سنيا إذنكم بان فهمين سيدو تصبيح سنيا بي الله إليه سبحانه وتعالى وإي الله يوحينا الشيء كائن كستابا أما شرك كستابا شريتان كستابا قاب قارو سيدو تصبيح سيدو إله ولحرين لي ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون مي انا درك انين با الهي لي مي ادوغين ان عرك يدلك وحد جوغا با الهي او تسبيح سنيان يا شمبرهم بالش كلف كلفدينيا ان ربغود تسبيح سنيا الهي با وحوغي كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون اذا ايها الاحبه بل مررك قاركوت أي إلى هيرة مقشية كائنات ككلة تصبيح دود وكحديث كبخاري كويا لي ابن مسعود وليه ولقد كنا نسمع تصبيح الطعام وهو يؤكل نبي عليه الصلاة والسلام يضع الله لفرد يعنى الله عنا يو أي ابن مسعود وحلي عنا دي أن عنا ينيب أن مقلي سبحان الله غله يضع الله عنا يي تسبيح سني سيبو لي عنا دو ومن معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه أبو حليه حديث كالطبراني ورني الشيخ الألباني صحيح قلت المامي من الحجر العسقلاني ولي الرجال كسود موثقات إني شاهد عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حلقة قبا لفد يبود نبي عليه الصلاة والسلام وقعنتكها يبود حصى قرورح بقى عند النبي وكوه عليه الصلاة والسلام قرورح يقع عند النبي كوتشري أي تسبيح سنة يبوير دات كم إيش فردي وحكم دابو لي أبي بكر يا عمر يا علي يا عثمان بكم دابو تلمامي دات كودمي وي مغلي قرور حاسي تسبيح سنة يا دبتنا النبي عليه الصلاة والسلام قرور حيقع عندي سكوتشري لك حنتي يا ريدا عندي سكوتشرتي أو سبحان الله له أيو أبي بكر وديب أبي بكر بركي لودي بينه وتصبيح دي وسعاطي سيدي بيو تصبيح صدين دبت أنا أبي بكر نبي قوس علي يضع تصبيح سنس نبي عليه الصلاة والسلام وحودي بهذا أنا عمر عمر رجع عندي سمركي لودي بيو تصبيح سنس أبي ذروح مركز تط الماما يا لما أنت هنا وتصبيح ده ولي ومغلينا يعني تيه راقورا ما هتا أنه مغلين يبولي مركا أبي بكر قعنتي سكو تصبيح سنة سنة ومغلين مركا عمر كو تصبيح سنة سنة قعنتي سنة ومغلين هدنا النبي عليه الصلاة والسلام مركي لقسو علي أي عثمان يا علي وديبي لبدا بارا قعنتو هذا أي كو تصبيح سنة ثم دفعهن إلينا أبويري أنا قام مركي دمنا لو ديبي فلم يصبحنا مع أحد منا أبوه قل يا هيا كلام منا لما يتصبح سنين نبي محمد يا فرطا صحابي وما له علماء بدأ
أهل السنة قاركود بأودلي شدا مسائل كخلافة دا حديث كان انقصتوا وكدروا سيئين أفرتا صحابي إيا النبي عليه الصلاة والسلام شعب كودة أيكو دا تصبيح صدق إذن مخلوقات كقار بين التسبيح دا مغلي كرناه وإلهي مركو دونه إنا مغشيه بل أبو هريرة حديث الصحيحين ككويا اللي ورين يواك عليه نبي عليه الصلاة والسلام باو حكا ورمي النبي نبي يدا كم دا قرآن شقرين تي ودبتنا أمري بول كي قرآن شدي ما يشدني لقبه وإلهي كو وحيو دي مركاسي ما هل قرآن شاكو قنين تي دبتنا وحد لاكتي أمة من الأمم تصبح أمة أمم كإلهي كم دا تصبح ساني سميد هلاكت يعني لولا واحدة هل لا واحدة بل إذا حبيتك وقنينتون ما ديشت هذا مدى نوردن أيها الأحبة تسبيح ذا هي تحميدا دراد ديت أي تسبيح ذا تضب الصورة ذا القرآن ككم ذا قبل أبما صيغة فعل أمر هي فعل ماضي هي فعل مضارع هي مصدر هي أنت بنا وقصار أوره إلهي سبحانه وتعالى في سورة الحشر هي الصف لبدأ يضاد وقهر يد واسكمد سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم أي سورة الحشر نكون بلا بمطا سورة صف نكون بلا بمطا سورة الحديد ما في الأرض قنباء والأرض سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم سورة تغابن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سورة الأعلى نيض فعل أمره سبح اسم ربك الأعلى سورة الإسراء نيض مستر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا تضب الصورة ضد القرآن ككمدة أي إلهي التسبيح دين أقول بلابي سلين أدرين سيئ مهمة دين شن كمدة نحمد لذا الله ينوغ بلابي دين الحمد لله رب العالمين يا نعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض يا كهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب يا صبا يا محي فاطر شن صورة ضوضة كم ده قرآن كان حمد لله لغو بلابه انت ميلو ده كلايكو صار ارتينا ترم له إذن أيها الأحبة إلهي سبحانه وتعالى وحينا فري وينوت المامي التسبيح ده إيا وين ده بل إلهي أنبياء دي سوينو قور رمي قرآن والنبي كم دي إلهي وتلمامي وظيفة النبوة إن كم تيب التسبيح إيا وحاوض البدين نبي اللي بادن لغو كالميان إن كم تهين التسبيح صدا واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشرك في أمري محوض البدين وحاصر كي نصبحك كثيرا ونذكرك كثيرا بولي إلهي وحن كادل بي بولي هارون إن النبي إيقردكته walaalkay haaruun inaad nabi iga dhigto oo igu xoojisid oo arinka ila wadaajisid waayo kaynu sabbihaka kathiira wanadhkuraka kathiira markay kaalmada dalbadeen ee fircoon loo direyna ilaahay muxuu ku yiri idhaba ila fircoon innahu tagha maha fircoon markuu tagay la yiri wala taniya fi dhikri ba ilaahay yiri fircoon ka xoog badan leh يا أسكر يا عيدني يا وحك استباه استا أتقبا إلى هيري زاد كينو لكن وحويا ولا تنيا في ذكري هكنو وقنو ونقنو حسكيغا سبحان الله وبحمده يا لا إله إلا الله دي يوحي اللمدة كوا هكنو وقنو با إلى هيري سبحانه وتعالى أيها الأحبة إلهي النبي يونس بن سين سوشيغنا وكاقوى الرمي نبي الله موسى إلهي كوى الرمي يمركي النمعاد وعصبوناتي ربي مركو ويديستي انتو جعلادي انو اركو الهو انكو اركا ليري الهي سبحانه وتعالى وحو يري اركي كرمي سيبال هذا بورتان ايك هذا اي بورتو تاقناتو واسورتا قلبنا اينا دي اركتو بورتي بعد لا شيء فلما افاق قال سبحانك تبت اليك مركو ميرابي با الهي سبحانه وتعالى وحو قبلابي سبحانك تبت إليك إلهي وديك عيب كدير عيب يحما ديك كدير وكو توبتك أنا يبولي وأنا أول المؤمنين بانا نحي
ka koowaadee ku rumeeya inaan adduunka laguga arki karin. Nabiyullaahi Zakariya markuu dalbaday inuu aayad helo, ilaahay buu baryey, baryo cajab qabta. Karaamaadkii Maryan markuu arkay ayuu baryo cajab qabta ilaahay weydiistay. Rabbi inii wahana alcazmu minii washtacala ra'su shayba walam akun biducaa'ika rabbi shaqiya. ilaahay buu baryo cajab la baryey. Baryadu baryayaa waa maxay? Waxaan dunida ka suurtagal ahayn buu ilaahay u sheeganayaa, laakiin wuxuu leeyahay adiga agtaada waa ka suurtagal. ilaahu aniga madaxu way caddaaday oo waa gaboobay oo islaantaydii waa gabowday oo wax ma dhalayso. markii horena caaqir bay ahayd, da'ina waa u raacda. iyadoo yaroo caaqira waa laga yaabaa inaad tidhaahdo mala haddii uun meel la taabto way iska dhali doontaa, laakiin xadkiiba waa dhaaftay baa rabbigu ayuu ku tilmaamayaa nebigu. sidaa markuu sheegtay ilaahay wuxuu yidhi waa ku siiyey. ilaah waa aayadii yeel buu yidhi. waxaa la yidhi aayaddu waxa weeyaan saddex maalmood baad aamusnaanaysaa, laakiin rabbigaa waad u tasbiixsanaysaa, waad xusaysaa. aayaddu waa taas baa la yidhi. qaala aayatuka an laa tukallima annaasa thalaathata ayaamin ilaa ramza wadkur rabbaka kahiira wasabbix bilcashiyi walibkaar. wasabbix bilcashiyi walibkaar. ilaahay subxaanahu watacaala ciisu ka waramaya nabiyullaahi ciisa. dabeetana waxaa la yidhi ciise umaadaa yidhi dadka, aanta qulta linnaasi ittakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illaah. ilaahay baa u laqinaya wuxuu odhan lahaa. qaala subxaanak maa yakuunu li an aquula maa laysa lii bixaq in kuntu qultuhu faqad calimta taclamu maa fii nafsi walaa aclamu maa fii nafsik. ilaahay subxaanahu watacaala nabiyullaahi muxamed buu wuxuu waramayaa, qul haadihi sabiilii أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل بل قولي نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحتى لا دواكن جد كيو سقان اندت كوبي يدي الراعيانة أنا قاية انتي الراع ضيبا وسبحان الله وما أنا من المشركين كل واقبال لي. إلهي وحين الله ورمياه مخلوقات كأكتي سكددو ee malaa'igta la yidhaahay iyaga shaqadoodaba inay tahay. wainnaa lanaxnu lmusabbixuun bay leeyihin. wainnaa lanaxnu almusabbixuun, jumla ismiya la adkeeyey, adawaatu tawkiidna laysugu geeyey ayay ku sheeganayaan malaa'igtu shaqadooduba inay kaa tahay. wainnaa lanaxnu lmusabbixuun, ilaahayna waa uu furayaa. wuxuu leeyahay yusabbixuuna alleyla waannahaara laa yaftaruun, laa yaftaruun. iyaguna waa sheegteen, rabbina waa sheega. rabbina wuxuu leeyahay yusabbixuuna alleyla waannahaar laa yaftaruun, kala go' ma leh. watara almalaa'ikata xaafiina min xawli alcarsh yusabbixuuna bixamdi rabbihim. ilaahay wuxuu inooga waramayaa jannada dadka la geeyaana iyana shaqadoodu inay kantay. dacwaahum fiiha subxaanaka allaahumma wa taxiyatuhum fiiha salaam وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده أي أيقنا الشقد وداب إلى إليه سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، هدي قرآن كسيدة وبل بلادي انت النصوص كتقانا سوقا دانينا اكبض انت انت انشاقي وهي قربان السلوان قريك رواي قرآن كانت قصار ارتي التسبيح هي التحميد tiro ma leh, aad bay u badantay. ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna farayo goor walba wakhti kastoo aadana uu sheegi karo uun qur-aanka waxa ku taalla iyadoo laleeyahay tasbiixsada subax, habeen, saqa dhexe, waa beri, xidiga, dhacqo, goor kastaba ilaahay wuxuu leeyahay tasbiixsada. idan tasbiixdu waxay ka mid tahay wardiga marka hore mutlaqaa bay ka mid tahay. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سيقاد اتربض أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام بوصارت قابك الله تصبيح سنية حديث تهداد أخرج النبي عليه الصلاة والسلام
جذر الصبح قصار أرطي أما حمد قصار أرطي أدبي وترب دينينا تلمامي النوعيات كتصبيح ذا الله لي ما ده دي صلاة الدمان تيدنا صبح باب الله هذا ولذلك بعلماء واحدة صبحة الضحى أما وكا عمر لقاش يقين ولي لو كنت مصبحا لا أتممت علماء دبر بايد هذا الصبح هذا انت بدن تصنع ذا الله هذا لكن مفسرين بدن باب حقبا مع تكالين الله هذا غور ما وقت والبوالة تسبح سا حالتك استاد كتشرته مركاد يابدا سبحان الله الله إله هذا مركاد يبقو قبصتا سبحان الله وبحمده الله إله هذا مركاد نمعاد هشو أما يكو عصبوناته أي الله إله هذا فرس كاغا مركاد فول إسا الله إله هذا أما الدابد هذا قاري كاغا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مغرنين نمع عصب مركات الشسيد النبي موسى الله إذا هذا سبحانك مركات دعاء سنة سال إذا هذا فسبح بحمد ربك واستغفره مركات دم بيجا قرنا سال إذا هذا قصدي سورة النون كتلة أصحاب الجنة قال أوسطهم لم أقل لكم لولا تصبحون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تصبحون إذن حلي كسته هذا يدي بكو هايسته هذا يدي معكو هايسته هذا دي أبنتهي هذا وحكسته الظروفات ككمدة ولا تصبح صدا تصبح دا سمرهات كقوصان السانة كوين الدم بدافشه نبو عليه الصلاة والسلام حليه من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل الزبد البحر قفك يلاهضة مالين بغلشير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم دم بقسال لدافا وإن كانت مثل الزبد البحر حورك بده وقال هده موجد بده هده لا يكتهي والله دافا أبو النبي قل عليه الصلاة والسلام دم بيجا قال لغو دافيا وحشدة يدب كهيسة تعالى قال دافيا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فلولا أنه كان من المصبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون وحي عديد الله ابتكا قشرا لغا دافيا ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فصبح بحمد ربك وكن من الساجدين بل علماء وحيلين انشراح الصدر قود البضي نبي موسى وحيل أهدان وثمرة التسبيح والتسبيح السبب لانشراح الصدر بين هذا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري مركو سوادي كي نصبحك كثيرا تو وإلا ويطهي بين هذا سيدا وقيل ما دام إنه بالعبادة كترنه عاونا يتهي هبين كي نرجين إني أرجى ليلة في لو رجيني إني ليلة القدر تهي هبين وردي يا ذكري يا إلهي حسكي أي تهي قفك مسلم كي وبط صدو أدون كي نمان تقول الله نحينا عبسي يا دب يا مشكلة داي كتاغنتي أفرتي دا دعالبنا مسلم أوي يمد سكرا دا يمد المين يمد لنتي يمد لسيسي دا وكم وغضو ولبا انت اهل حق شيغان يسيو بدن اهل السنة والجماعة ايو بدن انت ما انت عالم كل كديدي ان كوي هايستي با كديدي حكام تواها ان كوي قاليد با كديدي ان اهل بدع قالو صور راعدي با كديدي اسكوة ضدرو حاسو كديدي نو دوني دا تاغن يهي ادي وحس كردعين كرساوا اس كردعين انت كلي وحي كبكسون ولابتو دا الهي كشافر يا سبحانه وتعالى ان اتلاه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الهي نقراك وحي نقول يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ذكرا كثيرا طبعا ميلود بقرانك كغسو ارورت كثيرا نون الهي دبوضه يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ماها قرا إلهي منتو يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله واذكروا الله أنت الذي يري أيا كثيرا كثيرا دبت الله
وسبحوه بكرة واصيلا. إلهي إلهي حس حس رب ضمله وسبحوه بكرة واصيلا. سبحانك اللهم بحمدك ولا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.